يسعد اوقاتكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج من الصفر. بدايه كل حلقه احب انوه واذكر انه برنامجنا خصصناه لدعم الشباب والطاقات الشبابيه. بحلقه اليوم حنحكي عن محمد النجار، شلون بدا وشلون قدر يكون له سبوبه رزق وعايش له ولعائلته. خليكم ويانا تابعوا الحلقه. السلام عليكم. شلونك حمودي حبيبي؟ شلون صحتك محمد؟ شنو غرف عندكم؟ شنو شغلكم هنا؟ شلون شغله؟ والله كل شيء عندنا. عندنا من ال... يعني من المليون وربع لحد الثلاثه و... يعني شغل بعد اغلاهم اكو. زين، كل شيء حسب الزبون اللي يجي. شغلكم هنا انتوا تشتغلوا؟ عندكم معمل؟ اي عندنا معمل. اي مال النجاره، وهنا محلات مال صبغ، وتجينا الغرفه جاهزه من معمل النجاره وهنا نشتغل. احنا صباغ يجي دار عاد بعد الصباغ يعرف. وما هذا يعني تجي مرة صاج مرة غرف يدهن صبغ مثل المصري السوري يعني ابيض وذهبي الوان اشكال. زين، الموديلات تشتغلوها انتم من اختراعكم تصميمكم لو شلون؟ والله هو حسب الزبون، هو احنا نشوف الصور شيء يريد واحنا نسويه. عندكم الغرف اللي تسووها والشغل تشتغلوه احسن من التركي مثلا او طبعا 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 شغلنا افضل. افضل من الشغل المستورد يعني التركي. زين زين، وحتى افضل من المصري، لان غرفتنا المصنعه العراقيه تقدر تفتحها وتشدها. زين، قد ما تفتح وتشد تفتح وتشد، بينما التركي لا يختلف. ايه بس العالم ليش تفضل يشوف التركي او الصيني؟ كجماليه كجماليه. يعني هم شغلهم مكانش وما اعرف شلون. زين، شغلنا احنا شنو؟ ما بي جماليه العاد؟ احنا بي جماليه بس مو مثل يعني جماليه الفينش مال ايش نبي اقول؟ اللي وين ليش احنا ليش ما عندنا ايدي عامله؟ ما عندنا كوادر تقدر تسوي هي جماليه هي شغل؟ وين مكاناتنا احنا؟ مكاناتنا احنا صبابي بدنا نشتغل بالشارع. صح غلط، الشارع معرض هواء وتراب وكل شيء. هم لا عندهم افران، شلون مثلا افران مال سيارات مال صبغ مال سيارات. يعني قصدك فن تحتاج الامكانيات ومعامل؟ الامكانيه كعمل يعني انسان يشتغل موجود. موجود كل شيء موجود، بس الجو المكان مو ملائم. يعني كايدي عامل وكحرفيين ادنى. اكو موجود، كل شيء موجود. زين، كل شيء موجود وافضل من عندهم هم. زين، لعد ليش مثلا معامل او شيء ما عندنا صعبه؟ شنو قد تكلف قبل المعمل؟ هو قد يكلف لك؟ والله هم اعطيك يا شغل هسه مو مثل الاول. يعني ما يساعد انك تسوي فرن حراري مثلا شلون ما سياره. ما يساعد الشغل، ما يساعد. زين، ليش ما يساعد؟ لا ما قليله. لعد شلون زين التركي او الصيني شلون يصرف؟ التركي ده يجي جاهز. يجي خابته هنا انا من البلد واسوي شغل هنا. يصير اغلى. شلون؟ يصير اغلى كشغل بعملنا يصير اغلى. هم يشتغلون هذا المضغوط والNDF يعني كله ما عندهم كبس مثلنا. زين، يعني خشب وغرب. خوش اشتغل نفس الشغل مالتهم ما دام العالم تريد عليه واقبال عليه هسه. ما ياخذون. ليش ما ياخذون؟ ما اعرف. ما ياخذون. يعني هسه اني اضافه ان اشوف شغله نفس المستورده وبسعر اقل وبشتغلها هنا عراقيين، ليش ما اخذها؟ انا اقطع سالفتك بخير. احنا دي يجونا يعني جماعه مثلا اصدقاء ومعارف يريدون نفس الشغل التركي. صح، بس يريدون شغل عراقي. يعني هو عامل على التركي اكو ب 850 دولار. زين، واكو ب 12 دولار، واكو ب 22 دولار، واكو ب 30 دولار، كل شيء اكو حسب فخامه الغرفه مال التركي. يريد نفسها تصير عليها تقريبا يعني ب 22 واقع. زين، اشتغل انا هيك واشتغل هيك؟ فلان اذا واحد يريد فلان شغل نشتغل احنا. ليش؟ احنا نشتغل على ابو المعرض اللي يجينا. ابو المعرض اللي يجيك، فانت تقول زبون، الزبون فلان اذا اراد فلان شغل مضبوط، فلما تقول عليه فلان خشب عراقي وشغل مضبوط اشتغل له هذا. هاي يصلح له غرفه توصاف. اي توصاف. اكلب اكلب من الغرفه مال السوق. زين، ماكو غرفه سوقيه. اي اكو غرفه وسطانيه مثل ما يقول، اكو غرف توصاف ثقيله. اذا نيجي الثقال يعني مو هو ياخذها ابو المعرض. لا عاد يعني مو هو اكزيت شي يجون اللباس اللي جاي قبل من البيت جايك للمعمل يريد يفصل غرفه على ذوقه هو. اي اما العالم اللي ما عندها والامكانيات ضعيفه تروح لابو المعرض تشتري غرفه جاهزه
هو هذا النحكي عليه يعني هو هم حيروحون على التركي لو على الصين الجاهز اللي هو يكون ارخص هو وشكله احلى هو ياخذوا تركي ابو 850 دولار وتندموا اجوا رجعوا اخذوا غرفه عراقيه ما السوق اعتياديه قالوا احسن مو بنفس الوقت اكو ناس تقول لك خلينا الغرفه التركيه والصينيه شكلها وديكورها احلى واحنا غرفنا بنبقى على الستايل التصميم القديم من عمي احنا اول شيء الايد العامله عندنا غاليه يعني احنا الخلفه ياخذ 40 35 الخلف ياخذ 50 زين والغرفه يعني هي كلها هاي الوسطانيه تعب الصباغ يضل بيها يومين ثلاث ايام دا يطول 250 زين انا كرسته وعمل بيش الكرسته وعمله بيش حتطلع عليه 250 دا يطول يعني 250 على شغله كامله غرفه كامله يعطيها للصباغ 250 كرسته عليه زين العمل عليه يعني هو ومواده كلها كامله ايش قد يطول بيها كم يوم يعني فد يضل بيها فد يومين مثل الورد زين, زين. كرستها تطلع بال 75 80 الف مسد يعني عمال 72 الف يطلعون يعني يعني يا دوب سد ال يعني هو الغراب. يطلع له يوميته حاله حال العامل 35 40 بالسنه انت نجار لو صباغ لو نجار وصباغ زين بس انا عرفت من النجار لما هاويه نجيه واحده واحده اريد تجي لي من البدايه شلون بديت بالنجاره وشون جت فين هاي الفكره والله بدينا بالنجاره تعرف انت بزمان صدام كان حصار اي وكنا نداوم مدرسه ونشتغل احنا خلاص يا سنه هاي الحكي يعني يعني بال 96 يعني عمري يطلع 10 سنوات زين شلون بديت يعني والله تعرف ابويا عسكري وكانت الظروف صعبه يعني خوال احنا خوالنا نجاجي وصبابير يعني هبل عن جد اشتغلت ويا خالي نجار كنت المدرسه؟ كنت اداوم مدرسه الصبح يا صفايف هاي اذا اقول لك رابع خامس ابتدائي زين والظهر اطلع اشتغل يعني شلون تساعدهم اكو هوايه شلون لازم نشيل اهلنا نساعدهم اخوي الله يعني حالك حالف اي طفل صغير انه يروح ويطلع ويا اهله يساعدهم احنا العراقيين اغلبيتنا هيك بدينا حياتنا احنا هي اغلب العراقيين واغلب صغار في الاطفال يحبون يساعدون اهلهم حتى وهم صغار انهم هاي الطبع كلتنا احنا ايه. بعد ما يحتاج معروفين بهاي السؤال صح الان وصلت المرحله يعني عرفت النجار زين منو اللي علمك يعني بالنسبه للصبغ هم خالد والنجار هم خالك والنجاره خالد بس شنو النجارة ما تقنتها 100% لأن عرفتها ما هاوية كنت هاوي هاي هاي إيش وقت يعني هو تركتها تقريباً يعني عرفت النجارة سنة 98 بلشت بالصبر 98 2000 صرت خلفه بعد انت حلو اللي قمت أزم شغل الحساب زين بدايتك وين كنت محل بحدك شون بدايتي لا ويا خوالي يعني بمحلات ومشتغل بعدين شو وقت طلعت بحدك طلعت وحدي بال2000 2001 صرت خلفه يعني قمت يعتمد أيه. عليه بالعمل قمت التزم شغل الحساب واشتغل كصباغ كصباغ اي كنجار لا مالي غلط تركتها نهائيا يعني عرفتها مالي يعني هسه حتى اذا يجيك شغل كنجار ما ترجع لا ما بس ولد اصدقائي اذا يدون غرفه اوديهم انصحهم على نجار على اوديهم على جماعتنا المضبوطين زين اي شغلك من صباغه مرتاح بيته؟ والله هي ماكو شغله مو متعبه أيه. كل الاشغال متعبه صح يعني تجي من العمالة والتنازل حتى اللي حاط كرسي وقاعد بس يدقدق هم ما شغلته متعب بس تعرف انت الظروف يجبرك تتعلم ويجبرك تشتغل ويجبرك تتحمل اذيه كصباغ من 2000 لحد هسه احنا 2018 شنو اللي قدمته او شفته تقدمته بعملك فد احد ساعدك والله هي يعني احنا طورنا نفسنا ما حد لا اجى ساعدنا ولا حد اجى علمنا والله احنا قمنا نطور بالشغل مو قام يجي التركي قام يجي الصيني أي. قمنا نطور بالشغل قمنا مثلا نجيب نماذج نشتغلها وهاي وبعدين ندخلها على الغرفه قمنا نعلم نفسنا احنا لا ماكو يعني واحد هيك زين انت متزوج؟ انا متزوج عندي 5 اطفال الله يحفظهم شلون الشغل وياك شلون ويا العائله مراهم الوقت مالتك؟ والله حاليا الظرف صعب انت تعرف الظرف البلد هسه صعب يعني يوم اسبوع بكل اسبوع نشتغل لنا فد 4 أيام 5 بالزايد صح مرات 3 أيام مرات اسبوع كامل ماكو يعني يجي ايام انتم فعلا ما تشتغلون تقعدون يعني بالبيت؟ احنا فاتنا هذا رمضان راح رمضان كله ما مشتغلين رمضان كله ما مشتغلين يعني انت شغلك فعلا ما تفتح لو فعلا تجي ما تشتغل اجي افتح الصبح ماكو شغل ماكو شغل اضل قاعد للظهر شنو اجتني شغله بسيطه اجتني هاي اكملها لقمتنا هاي بعد صح ورزقنا ونظل خلص رمضان يجيك فتره تجيك فتره ما بين العيدين العالم هواي تتزوج بين العيدين صح زين
يجيك اخر يمكن 3 ايام 4 ايام برمضان زين. يصير سوق لين بالعيد العالم تتزوج. شو وقت تسوق؟ تسوق قبل العيد باربع ايام. اي والله ما يفتر السوق. شو وقت يصير عندك سوق؟ بين العيدين، بين العيد الصغير والعيد الكبير يصير سوق يعني زين. نعمه من الله تعوض القعده مالتك ما شاف. مضبوط زين. يعني من ايام فعلا ماكو شغل او هاي تجون تفتحون الظلم قلت لي الظهر بعدين تعزلون تروحون البيت. ماكو شغل شو نسوي احنا اذا يعني الله مسك علينا بزر. عندنا غرف جوا مثلا كملوها تخلصوها نجهزها هاي. لما يصير السوق ماكو عندنا جاهزات نطلع. صح ايه. مثل المحل لك لو تشتغل بيه. والله هذا المحل مال ابو مال اشتغل يمه. اي وشلون ابو المال وياك زين؟ والله الحمد لله نعمه منه. وزين ايامكم عطلكم شلون؟ شلون؟ العطله مالتكم احنا بس الجمعه. بس الجمعه؟ بس الجمعه. مرات الجمعه من الطرق. هم تجون مرات يعني؟ مرات الجمعه من الطرق. لانه مرات الايام ما بيها شغل تعوضون بيها. مثلا بالشتاء تجينا ايام مطر ما نقدر نشتغل لهذا طوبه. هذا هم موضوع انه موضوع المطر شلون ياثر عليكم؟ يعني احنا اسبوع ذاك الاسبوع كله مطر كله قاعدين. كله قاعدين؟ كله قاعدين. البارحه صادف مطر قاعدين نشتغل. زين ما تقدرون تشتغلون داخل المحل او المحلات فيها شغل. جوا فما اكو مكان. وشغلكم الا خارج يعني؟ مثل الاول. لو مثل الاول السوق لا نقدر نشتغل. ما نلحق على الغرفه. صح بس نجام يلحق لنا. شغل يتلكى اصلا هسه الشغل يتلكى شهرين ثلاثه ينتبس المحلات شغل. عود يجيك شهر سوق قوي به وانت تنسى منافسه صارت. انجاجي هوايه اصبابي هوايه صارت منافسه. انا شفت اصبغ الغرفه قبل احداث الانبار. شفت اصبغ الغرفه هاي مول الالوان السحوله الزيتيه مثل التركي والسوري. هذني كنت اصبغ الغرفه ب 800 بس غرفه ثقيله. هسه كثرت هاي الشغله يعني كثره النجارين والصباغين صارت كثرت عليكم. كثرت صارت منافسه النجار يعني. ابو المال كان يربح بالغرفه يعني خلينا نقول نص المبلغ يربح زين من يبيع الغرفه. هسه ما يربح تفاليس 50000 75000 عميد يبيع الغرفه يربح بها 75 يبيع. المنافسه هوايه اكثر من النجار اكثر من الصباغ يعني. المنافسه قويه صار. يقول لك انا بشيل عندي هو احسن. هو المستفاد الاول الوحيد ابو المعرض. صح بالتاكيد. يعني ابو المعرض ما تطلع الغرفه من عنده اذا مشى اللي يبيع 500 600. زين ما فكرتوا مثلا خلال الفيس او خلال اكثر هسه النجارين او المعارض عندكم بيج؟ عندي بيج على الفيس. تنشرون صور عندي بيج حاط رقمي بيه. احد اذا يوصف لنا خلال الفيس او يجي اللي هنا يندلنا يجينا مثلا. اي عندنا زين ثلاث بيجات مو بيج واحد. حلو. اي بس هو بعد رزق ربه. طبعا بالتاكيد. اي زين ليش ما فعلا فكرت تشوف لك غير شغله بالوقت اللي فعلا عندك فراغ بيه او وقت اللي فعلا الشغل موجود بيه يعني عندكم؟ فكرت انه فانا اشوف لك غير شغله. احنا جوال جبناها حماميل. اي والله صرنا بقاقيل. والله قمنا نبيع هذا القرقوش مثل الشبس. اي والله طبينا بالنجاره اضل كارنا هذا بعد ما تعلمنا غير كارنا. صح أي. بالمستقبل يعني ما مفكر انه اشوف لك غير شغله؟ والله بالمستقبل مفكر. عندي الا يعني الله طانا عمر وصحه وعافيه وجاي كبر وهم اللي يعينونا بعد. صح احنا شوف لنا محل شنب ما بكتاب وقلنا هنا بس هلا هلا طانا عمر. بالختام حمودي حيباني كل التوفيق لك حبيبي. أشكرك خدمة. أشكرك.